أمين عام مجلس الأمة الكويتي يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعرض أمين عام المجلس عادل اللواني للإغماء خلال جلسة اليوم وتم نقله إلى المستشفى. وكانت الجلسة قد افتتحت صباح اليوم بحضور 5 وزراء، وكان من المقرر أن يتم فيها مناقشة عدد كبير من البنود التي حضر الوزراء للإجابة عليها، حيث أعلنت وزارة العدل الكويتية إصابة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي بفيروس كورونا المستجد، وخضوع حاليا للعزل المنزلي. نسأل الله له الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. أعزائي المتابعين، كان هذا نهاية خبرنا لليوم، أشكركم على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.